احنا في الفاصل بسأل الكابتن فاروق او مش بسأله بقول له معلش يا كابتن فاروق سهرناك النهارده، فبيقول لي لا انا عادي بسهر تمام. فبسأله انت وانت بتلعب؟ قال لي اه كنا بنسهر. فلا رحت فتحت بقي، كابتن فاروق اللي كان بينزل يرقص ويجري وملك النص ويشوط وحاجات زي كده الحقيقه زمان، رغم وكابتن فاروق حكى لي حتى واحنا في الفاصل ان هو واساطير من كره القدم المصريه كنتوا بتسهروا عادي، بس بتنزلوا متركزين في الملعب ازاي؟ ما انت ما عندكش اي حاجه، انت بتحب المهنه دي وعايز تحافظ على نفسك كلاعب كوره. وكان زمان كان في حد في النادي الاهلي كان يقعد يقول لنا اللعيب ده مبدع، الناس دايما تدور عليه عايزه تتفرج عليه، يعني هو ما يروحش للجماهير، الجماهير اللي بتجي له تتفرج عليه، فالمبدع ده يحافظ على نفسه. كان اول حاجه يقول لنا ينام بدري. احنا كان عندنا مشكله يعني احنا ما كنا في الثانويه الرياضيه كنا بننام الساعه 11، نور يتفق في المدرسه خلاص كله ينام الساعه 11 وبتصحى الساعه 7 حلو، وتفطر الساعه 8 تروح المدرسه فتعودنا على كده. لكن اما روحنا بقى وكبرنا شويه وبقينا في المنتخبات والمعسكرات، لا مين كان بيشاركك دايما في المعسكرات يعني الاوضه بتاعتك؟ يعني احنا كنا اربعه شركاء جامدين مع بعض، حسن والخطيب ومصطفى وانا، مصطفى حسن شحاته وكابتن مصطفى عبده وكابتن احمد الخطيب. احنا كنا اقرب حد احنا قريبين من بعض. بتقول اسماء، اربع اسماء كنا قريبين من بعض؟ لا مش بس قريبين من بعض، اربعه اساطير اللي بيسهروا في المعسكر دوت، بس مش بره المعسكر، جوه المعسكر نازلين بتاكلوا، يعني مش بياكلوا نجيله، دول هم اللي بيمتعوا الناس كلها. وخلي بالك بقى يعني الاربعه دولت في منتهى التواضع، يعني ولا تحس ان هو لعيب كوره ولا نجم ولا بتاعه، ومع مع الجماهير مع زمايلهم مع اللعيبه اللي جايين من اقاليم يتضموا المنتخب. لا كنا بنعيش يعني دايما. يا كابتن فاروق انا متصور ان انت والاسماء العظيمه اللي انت قلتها دي كنتوا بتعرفوا تعيشوا حياتكم، يعني بتستمتعوا بحياتكم بالدنيا بس دون تجاوز ودون ما يضر شغلكم كلاعيبه كوره ومحترفين، وكان زمان في احتراف بس كنتوا بتبقوا محترفين جدا في الكوره. دلوقتي في جمله مشهوره جدا كلنا بنقولها، هو اللاعب ده كويس بس دماغه بايظه، اللاعب ده كويس بس مش ملتزم، اللاعب ده كويس بس مش عارف ايه. ليه كمان اللعيبه مش قادره تعيش حياتها الطبيعيه دون ان تحدث خللا في ادائهم في ارض الملعب؟ الاراده. هديك مثلا لعيب الكوره زي ظابط او مجند. ظابط اول ما بيروح الكليه الحربيه هو كان عايش عيشه تانية خالص، يخرج ويتفسح، يوم قاعد اربع سنين فيهم كل واحد شهر اجازه طول السنه، وهو عود نفسه ان هو بيقوم بدري وبيقف في الطابور وبيفطر وبعدين يروح التدريب وبعد التدريب يروح الانضباط. وهو اتعود على كده. لعيب الكوره يختلف، ان لعيب الكوره في النور دايما. يعني الشخصيات التانية مش في النور، يعني كل خطوه بتعملها انت متشاف بالشاف. والتاني مش حد معش حدش حاسس بيه، لكن هو ده مقاتل وده بيخدم البلد طبعا. لكن انت في اي حاجه بتعملها كل الناس شايفاك، وكل الناس شايفاك انت المفروض بتوري للناس افضل حاجه واحسن حاجه واجمل حاجه فيك. حتى لو ما كانتش فيك، لا انت تجبر نفسك ان انت تكون ملتزم كويس وملتزم ومنضبط وكون قوي، شخصيتك كويسه. وفي يعني في لعيبه انت عارف مش كلنا من القاهره ولا كلنا من الصعيد ولا كلنا من مثل من نقول من باقي المحافظات لا، كل واحد بيبقى جاي حسب البيئه اللي اتربى فيها، الثقافه بتاعته. لكن انت ما بتخش في الكوره لازم تغيرها. لازم تغيرها. ليه؟ انت بتلاقي جو تاني خالص غير اللي انت يعني مثلا انت كنت عايش مع مجموعه من اخواتك، في لحظه انت سبت بقى اخواتك وبقيت تعتمد على نفسك. كانت الحاجه بتطبخ، انت بتغير بقى الاكل كنت بتاكله كام سنه مع الحاجه وبالسمنه ايه ومش عارف ايه، رحت المنظومه تانية خالص. ايوه معامله صحيه خالص بالظبط. كنت ما تيجي يصحوك تتدلع في الصحيان شويه، سيبيني شويه لسه بدري، لا ده بالامر الجرس يضرب خلاص لازم تقوم من النوم، يعني ما فيش الكلام.